مساء الخير مشاهدي تلفزيون الوفد في كل مكان، معاكم محمد يوسف في حلقه جديده من برنامج ترند رياض. ترند النهارده بتكلم فيه عن فريق ريال مدريد في بطوله الدوري الاسباني. ريال مدريد قدر يحقق رقم جديد منذ انطلاقه بطوله الدوري الاسباني. ريال مدريد اعتلى قمه الدوري برصيد 18 نقطه محصله 6 لقاءات خاضها الفريق. ريال مدريد لم يلقى اي هزيمه حتى الان، 6 انتصارات متتاليه وضعته على قمه ترتيب جدول الدوري الاسباني. ريال مدريد قدر يحقق انطلاق بطوله الدوري الاسباني بالنسخه الحاليه. ريال مدريد لعب 6 مباريات متتاليه لم يلقى اي هزيمه حتى الان. ريال مدريد ما حققش الانجاز ده، الانطلاقه القويه دي، الا في موسم 87-88، ودي تعتبر خامس مرة حقق فيها الانطلاقة القوية دي للدوري. ريال مدريد حفر أرقام مميزة في تاريخه منذ انطلاق البطولة، من حيث أرقام، من حيث أهداف، من حيث احصائيات اللاعبين. وعمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي طفرة في لعب، طريقة لعب ومستوى لاعبي ريال مدريد، قدر من خلالها انه يتربع على قمة الدوري. فلو شفنا ويعني ألقينا نظرة على ترتيب جدول الدوري، هنلاقي ريال مدريد يتربع على القمة برصيد 18 نقطة محصلة 6 لقاءات خاضها الفريق دون التعادل او اي هزيمة. يأتي في الوصافة فريق برشلونة برصيد 16 نقطة محصلة 5 لقاءات انتصار وتعادل وحيد ولم يلقى أي هزيمة. ويأتي في المركز الثالث فريق ريال بيتس برصيد 15 نقطة في ترتيب جدول المسابقة محصلة 4 انتصارات وهزيمة واحدة. وبكده ريال مدريد قدر يحقق الانطلاقة القوية منذ بداية البطولة الحالية، ودي رسالة بيوجهها ريال مدريد لكل الفرق. هل ده ترند النهاردة اللي احنا بنتكلم عنه؟ لا طبعا، ترند النهاردة هو البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. في الفترة الأخيرة نجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في انه يعمل طفرة في فريق ريال مدريد، سواء بالموسم الماضي او الموسم الحالي اللي احنا فيه. فينيسيوس جونيور حتى الان لعب مع ريال مدريد 6 لقاءات، تمكن من احراز 5 اهداف وتمكن من صناعة هدفين. قبل اللقاء المرتقب بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد كان بالجولة الماضية اللي هي الجولة السادسة، حالة من الغضب انتابت الشارع الرياضي الاسباني بسبب احتفالات فينيسيوس جونيور بعد تسجيله الاهداف. البعض اتخذها من موضع السخرية والاستهزاء، والموضع يعني سجل هدف وعادي هو بيحتفل بطريقته، واحد يعني لعيب فرحان انه سجل هدف وانه ساهم في ان الفريق بتاعه يفوز. الانتقادات ابتدت قبل الماتش للاعب بسبب احتفاله زي ما قلت لكم. الانتقادات دي وصلت لحد ان بيدرو برافو وكيل اللاعبين في اسبانيا تناول هذا الاحتفال ووجه ليه الانتقادات ان هو ما ينفعش يعمل كده. ووصل النقد والتوجيه لفينيسيوس جونيور ان هو وصفه بالقرد. طبعا ريال مدريد كان ليه رأي تاني فرد بيان رسمي على الانتقادات والعنصرية الموجهة للاعب، وحس اللاعب وشجعه على انه يكمل مسيرته. وده اللي احنا شفناه في ماتش ريال مدريد واتلتيكو في الجولة السادسة. هو فينيسيوس جونيور ساهم في احراز الهدف الاول، تمريرة رائعة اصفرت عن تقدم الفريق الملكي في بداية المباراة، مما ساهم في الفوز وحصد الثلاث
نقاط في مسيرة الزحف نحو بطولة الدوري الإسباني. فينيسيوس جونيور صاحب ال 22 عام قدر ان هو يضع قدما في التشكيلة الأساسية بمستواه الرائع بإحصائياته بأرقامه، وده اللي احنا شفناه سواء على الموسم اللي فات او الموسم اللي احنا بنلعب. الناس كلها قالت بعد الانتقادات الموجهة للاعب ان هو حتى لو سجل هدف لا مش هيرقص، مش هيحتفل الاحتفال الجنوني اللي البعض وصفه بالطريقة دي، والاحتفال ده هو اللي سبب حالة من الغضب في أي فريق منافس يقابل ريال مدريد. بعد الانتقادات الموجهة، دعم لاعبي كرة القدم سواء الحاليين أو سواء اللي اعتزلوا اللعبة وعلى رأسهم البرازيلي الأسطورة بيليه، في رسالة موجهة للاعب: العب براحتك، احتفل براحتك، سجل براحتك، أهم حاجة تستمتع. وده المحصلة اللي وصل ليها فينوس جونيور في مباراة ريال وأتليتيكو مدريد. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة من ترند رياضي.